السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نرحب بالجميع. احنا بس نستنى شوي بقية الزملاء، زملائكم يأتون وإن شاء الله بإذن الله نبدأ. بسم الله، هل الصوت واضح؟ يعني الآن العدد قليل جدا، فما أدري هل أنتم عددكم قليل ولا البقية يعني سوف يتأخرون. طيب، الصوت واضح فعلا، الصوت واضح عندكم. بإذن الله سوف نبدأ، وإن شاء الله عاد اللي يعني ما حضر معنا يشوفها في التسجيل، بس عشان الوقت محدود فأودنا نستفيد وأنتم كذلك يعني تستفيدون من هذا اللقاء. الصوت واضح، أتمنى بس أبي يعني لو انقطع الصوت أتمنى أن التنبيه. أتوقع صوت واضح، ممتاز ممتاز. طيب، بسم الله الرحمن الرحيم. نرحب بكم في أول لقاء من مقرر استخدام الحاسب في المحاسبة والمراجعة، رمز المقرر حسب 423. طبعا المادة يعني سوف نتكلم يعني في هذا اللقاء عن طبيعة المادة، كذلك نتكلم على مصادر ومراجع المقرر، كذلك سوف نتكلم على طبيعة اللقاءات اللي احنا ان شاء الله بإذن الله سوف يعني ناخذها تباعا، كذلك يعني نتكلم على الأشياء اللي يعني اتمنى انكم تنفذوها عشان تستفيدون يعني بأقصى درجة ممكنة. اول حاجة نبدأ بطبيعة المادة. المادة اسمها استخدام الحاسب في المحاسبة والمراجعة، فهي تغطي يعني جزئين. الجزء الأول خاص باستخدام الحاسب، فلذلك يجب أن تكون لدينا بعض المهارات الأساسية التي نحتاجها في استخدام الحاسب الآلي، ولذلك سوف يعني نأخذ مقدمة عن الحاسب، نعطيكم يعني خلفية عن الحاسب الآلي، ومن ثم سوف نتطرق كذلك إلى بعض الجوانب الفنية في استخدام الحاسب الآلي. طيب، هذا الجزء الأول الذي يغطي هذا المقرر. الجزء الثاني المحاسبة والمراجعة، فبالتالي حنا سوف نستخدم هذا الحاسب الآلي لكي يفيدنا في مجال تخصصنا وهو المحاسبة، لذلك سوف نتطرق إلى بعض المبادئ المحاسبية البسيطة تمام، ونشوف تطبيقاتها عمليا في استخدام الحاسب الآلي. طبعا كما تعرفون يعني طبيعة هذه المادة يعني تقدم في المعامل تمام، يعني معامل الكمبيوتر فيتم تطبيق عملي، ولكن حسب طبيعة دراستكم سوف احنا نتطرق لها بجانب يعني نظري تمام، ولكن ما يمنع ان احنا كطلاب او طالبات ان يعني الاشياء اللي نتعلمها في هذا المقرر نطبقها في أرض الواقع، فبالتالي نفتح البرنامج واللي مثلا سوف نأخذ مثال على برنامج الإكسل اللي هو الخاص بالجداول الإلكترونية، ونطبق بعض ما تعلمناه في خلال هذا المقرر لكي نستفيد في تثبيت المعلومة، وكذلك نستفيد نعرف يعني أن هناك بعض البرامج قد تفيدنا في جانب تخصصنا وهو المحاسبة. فهنا انتهينا من النقطة الأولى وهي طبيعة هذا المقرر. نأتي الآن إلى قضية اللي هي مصادر هذا المقرر. طبعا يوجد مراجع في الدكتور نديه الجبر
المحاسبة باستخدام الحاسب الآلي، كذلك دكتور عصام عبد المنعم كيف تتعامل مع البرامج المحاسبية الجاهزة، كذلك عندنا المعايير المحاسبية والمراجعة السعودية اللي هي الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين، بإمكان الرجوع إلى موقعها اللي هو sukba.org.sa، ويعني نستفيد من المعايير المحاسبية المطبقة في مجال المحاسبة. نتكلم الآن على طبيعة اللقاءات. طبعا كما تعرفون أنتم ما شاء الله الآن مستوى ثامن، فيعني عندكم خلفية، ولكن ما يمنع أن نكرر عليكم، هذه تعتبر لقاءات مساندة. حنا في هذه اللقاءات نستفيد من هذا الوقت في يعني استقبال أسئلة الطلاب، ويعني نجاوب على أسئلة الطلاب، ولكن ما يمنع هذا عشان من باب الفائدة، لأن أحيانا يكون ربما يأتينا سؤال واحد ولأحيانا لا توجد أسئلة، فبالتالي عشان نستفيد من هذا الوقت نقوم ب يعني شرح بعض المفاهيم الرئيسية تمام في هذا المقرر، كذلك يعني نحاول نطرح لكم بعض الأسئلة، هذه الأسئلة يعني تفيدكم في تسوية المعلومة، كذلك يعني تساعدكم في ناحية المذاكرة والاستعداد للاختبار إن شاء الله، وتحقيق إن شاء الله يعني أعلى الدرجات بإذن الله تعالى. طبعا هذه اللقاءات كلها مسجلة بالصوت والصورة، موجودة عندكم في يعني في مصادر التعليم عن بعد، يعني تقريبا المقرر مشروح في حوالي 30 حلقة يعني بالتفصيل. حنا بإذن الله سوف يعني طبعا حنا ما نقدر نشرح المقرر كله، لأن أول حاجة يعني لا عندنا الوقت اللي يسعفنا، كذلك هو مشروح، فبالتالي حنا سوف يعني نمر على بعض العناصر يعني الرئيسية سريعا، ومن ثم نطرح لكم بعض الأسئلة ونتمنى التجاوب معنا، لأن كل ما تجاوبتوا كل ما أعطيناكم أسئلة أكثر، وبالتالي تستفيدون أكثر. كذلك عندي نقطة مهمة اللي يعني حنا إن شاء الله بإذن الله نأخذ هذه المادة، ويكون هدفنا إن شاء الله ننجح ونجيب فيها درجات ممتازة، ولكن ما يمنع هذا إن نستفيد في فهم المادة بشكل أفضل تمام، لأن حنا الآن إذا أنت أو أنت فهمتي المادة بشكل يعني ممتاز، يعني سوف تحقق هدفك انك تنجح وتاخذ درجات جيده، كذلك سوف تفيدك في حياتك العمليه سواء في الجانب الوظيفي او كذلك الجوانب الحياتيه العاديه، فبامكاننا ان نستفيد من هذه المهارات اللي سوف نكتسبها خلال هذا اللقاء. كذلك في نقطه مهمه، اتمنى التطبيق، لان في بعض المعادلات او الاكواد اللي ناخذها في مثلا برنامج الاكسل، يعني لو تطبقها مره واحده في البرنامج الاكسل على كمبيوترك الشخصي باذن الله سوف تكون واضحه جدا، وسوف تثبت حتى انكم ربما يحتاج انك يعني ترجع لها مره اخرى، فبالتالي التطبيق العملي اتمنى انكم يعني تستفيدون منه، بعكس إن لما احنا يعني ناخذ الاشياء بشكل نظري فبالتالي احيانا تكون نوعا ما معقده، ولكن لما نطبقها نشوفها يعني سهله جدا. طيب نبدأ بإذن الله، إن شاء الله سوف يكون الآن يعني نتطرق إلى الجزئية الأولى وهي مقدمة في الحاسب الآلي، ومن ثم سوف إن شاء الله يسعفنا الوقت نطرح عليكم بعض الأسئلة. قبل ما أبدأ، في أحد عنده سؤال ولا استفسار بخصوص الأشياء اللي قلتها سابقا؟ طيب نبدأ بإذن الله. طبعا أجزاء المقرر يعني يقسم إلى عدة أقسام، في الجزء الأول يتكلم على البرامج أو جداول البرامج الإلكترونية، وسوف نركز بإذن الله على برنامج الإكسل. بالنسبة للسؤال إن شاء الله بإذن الله يعني بنحاول ننزل المادة المشروحة يعني مرئيا المعتمدة من تبع اللي منزل عندكم في مصادر التعليم عن بعد، بإذن الله سوف ننزلها لكم عشان تستفيدون منها وتتابعون معنا، فإن شاء الله بإذن الله يعني يمكن في هذا الأسبوع إن شاء الله بإذن الله أنزلها إن شاء الله في المنتدى. طيب نأتي لأجزاء المقرر. المقرر سوف يغطي يعني أول حاجة نعطيكم مقدمة بسيطة عن الحاسب الآلي، ثم سوف نتكلم على جداول البرامج الإلكترونية، وسوف نركز على برنامج الإكسل
تمام، والسبب ان تركيزنا على برنامج الاكسل اللي هو يعني تبع مايكروسوفت لانتشار هذا البرنامج يعني بشكل كبير، فبالتالي يعني يكون التطبيق عليه يعني مفيد جدا. كذلك يعني هذا المقرر يعني سوف يغطي استخدامات برنامج مايكروسوفت اكسل في المحاسبة، كذلك يغطي قواعد البيانات في برنامج الاكسل وكذلك برنامج الاكسس. فبإذن الله إن شاء الله حسب الوقت المتاح سوف يعني نغطي ما نستطيع عليه بإذن الله تعالى. طبعا هذه لقاءات يعني 12 لقاء بإذن الله تعالى سوف يكون لدينا إن شاء الله هذا الأسبوع لقاء، وإن شاء الله الأسبوع القادم سوف يكون كل يوم أحد وأربعاء في نفس هذا التوقيت. أتمنى يعني منكم متابعة قائمة المحاضرات الحية، يعني فيها نوعا ما أنا وضعت ال 12 لقاء، فبالتالي يعني اللي يبي يعمل جدول او يعني يتابع، ولا قدر في اي تغيير ولا حاجه باذن الله سوف يعني نخبركم يعني اول باول باذن الله تعالى. ناتي الان استخدامات الحاسب في المحاسبه. طبعا نحن يعني نعرف ان هناك يعني ثوره معرفيه وثوره في الاتصالات والمعلومات، فبالتالي الحاسب يعتبر احد العناصر التي ساهمت في هذه يعني الثورة المعرفية والاتصالاتية والمعلوماتية. وكذلك الحاسب يعني دخل الآن بشكل مهم وبشكل مكثف في حياتنا اليومية، فأصبحنا نعتمد عليه في حاجات كثيرة. ربما الشخص الآن يعني أول ما يستيقظ يعني ينظر إلى مثلا يعني بعض الحاجات يعني الذي يتابعها، مثلا الطقس، مثلا أوقات الصلوات، هذه كلها تعتمد الآن على البرامج فتحسبها لك وتظهرها لك بطريقة سهلة. كذلك الأشخاص اللي مثلا يتعاملون يعني في التداول مثلا الأسهم في الأوراق المالية، ربما يعني يستخدمون الحاسب في الشراء والبيع ومتابعة الأسعار. تمام، كذلك هناك الآن بعض الأجهزة الذكية، وهذا بعد شوي ناخذها في أنواع الحاسبات، مثلا الساعات الذكية التي مثلا تقيس لك كم مشيت خطوة، تقيس لك مثلا كم سعرة حرارية، وكذلك مثلا يعني تقيس لك مثلا نبضات القلب، كيف كان نومك. فبالتالي الحاسب ويعني البرمجة هذه الإلكترونية دخلت في حياتنا بشكل أساسي، فأصبحنا نعتمد عليها بشكل كبير، وربما يعني لو فقدناها ربما تأثرنا كثيرا. فبالتالي هنا تكمن أهمية استخدام الحاسب ونستخدمه في قضية المحاسبة بحكم أنه تخصصنا، فبالتالي يساعدنا في أداء وظيفتنا أو الوظيفة المحاسبية. فبالتالي كثير من يعني الجامعات والكليات والمعاهد أدركت أهمية استخدام الحاسب ويعني أدخلته في جميع التخصصات التي يدرسها الطلاب، سواء في المحاسبة أو في الإدارة أو الاقتصاد أو التمويل إلى آخره. فبالتالي إحنا إن شاء الله سوف نستفيد من يعني دراسة هذا المقرر. أولا سوف نلم بالأساسيات العلمية والعملية المقبولة في مجال استخدام الحاسب الآلي، كذلك الإلمام بالمهارات العمليات الحسابية، كذلك استخدام الخبرة التطبيقية. وهذا أنا أكدت عليكم أنه يعني يفضل أن لو بدأنا في برنامج الإكسل نطبق بعض ما تعلمناه في يعني جهازنا الشخصي لكي نثبت المعلومات ونحس ب يعني فائدة هذه المعلومات اللي درسناها. نعم، كذلك في ملاحظة ودي يعني عشان احنا نستفيد من هذا الدرس، أتمنى الاطلاع على الحلقات المصورة لهذا المقرر. تمام، لأنك الآن لما تطلع عليها يعني تأتينا في المحاضرة، فبالتالي لما نبدأ نسأل الأسئلة نشوف التجاوب سريع ونستفيد يعني في المناقشة ونحقق يعني على استفادة بإذن الله تعالى. طيب، نأتي الآن إلى جداول البرامج الإلكترونية مع التركيز على برنامج الأكسل. زي ما ذكرت لكم أهمية استخدام الحاسب، لأن الحاسب يحقق لنا أهداف كثيرة منها السرعة والدقة، فلذلك نرى استخدام الحاسب في مجالات عديدة.
فخلونا الآن نأخذ أسباب استخدام الحاسب الآلي في المحاسبة. لماذا يتم استخدام الحاسب الآلي في المحاسبة؟ هناك يعني عندي حوالي تقريبا 9 يعني أسباب. السبب الأول يفيدنا في سهولة الحصول على المعلومات. فتخيل لو أنا عندي الآن برنامج محاسبي، أو كذلك لو ننظرها بجانب بسيط، لو أنا عندي يعني مستخدم برنامج الإكسل يعني وعبت فيه معلومات محاسبية، فبالتالي أنا أستطيع أن أصل إلى هذه المعلومات بسرعة. تخيل الآن نحن في نهاية السنة ونريد أن نعرف مثلا مجموع المصاريف في بداية السنة، فبالتالي في ضغطة زر نستطيع أن نصل لهذه المعلومة، بعكس لو كنا نستخدم الجانب اليدوي ونضطر نذهب إلى مثلا الأرشيف ويعني نفتح ملفات، فربما تأخذ منا، بس هذه العملية عشان نطلع رقم واحد يمكن تأخذ منا 10 دقائق نصف ساعة حسب ترتيبنا لهذه الملفات، ولكن بوجود الحاسب الآلي نستطيع أن نصل لهذه المعلومة في يعني ثواني بسيطة. كذلك لماذا نحن نستخدم الحاسب الآلي في المحاسبة؟ لأن هناك كثير من المنشآت تستخدم الحاسب في معالجة عملياتها، فبالتالي نحن يعني كمحاسبين يجب أن تكون لدينا مهارات كيف نستخدم الحاسب الآلي في المحاسبة، لأن بكرة لو حنا عملنا في مثلا في منشأة وهذه المنشأة تستخدم الحاسب الآلي، فبالتالي ما يصبح لنا عائق في استخدام والقيام بعملنا كمحاسبين. كذلك السبب الثالث المنافسة. تمام، المنافسة بين المنشآت في استخدام الحاسب الآلي ومن ضمنها الأنظمة المحاسبية، فهذه من الأسباب اللي تخلينا حنا نستخدم الحاسب الآلي يعني في نظام المحاسبة، لأنه يساعدنا على أداء وظيفتنا بشكل ممتاز وأفضل. كذلك الدقة والسرعة، زي ما ذكرت لكم مثال لما نريد أن نستخرج رقم معين في سنوات يعني ماضية، فباستخدام الحاسب الآلي نستطيع أن نصل إليه بسرعة. وقضية الدقة في قضية الحسابات، لو حنا نستخدم الجانب اليدوي وربما يعني يكون هناك أخطاء بشرية، ولكن نتلافى هذه الأخطاء باستخدام الحاسب الآلي. كذلك من أسباب استخدام الحاسب الآلي في المحاسبة تحسين عملية حفظ الدفاتر، كذلك سرعة إنجاز العمليات المتشابهة في وقت واحد. فتخيل لو أنا عندي مثلا 100 فاتورة يعني، فلو أدخلت بياناتها فبالتالي أنا أستطيع في ضغطة زر واحد أن أتي مثلا بمثلا مجموع هذه الفواتير، بضغطة زر أستطيع أن أعرف أعلى فاتورة في خلال هذا الشهر. تخيل أن عندي الآن 30 فاتورة في الشهر، تمام؟ فبالتالي لو أنا أبي أعرف أعلى فاتورة لو استخدمت الجانب اليدوي يعني سوف أخذ فترة طويلة، يعني وأتوقع 30 فاتورة في الشهر هذه في المنشآت التجارية ما يعني هذا عدد يعني قليل، أتوقع يمكن في اليوم يمكن أكثر من 100 فاتورة، فما بالك في نهاية الشهر لو عندك مثلا 5000 فاتورة، فلو تريد أن تعرف أعلى فاتورة لو تبحثها بيدوي سوف تأخذ منك فترة طويلة، ولكن باستخدام الحاسب الآلي نستطيع أن نصل لهذا الرقم بسرعة. كذلك زيادة الثقة، زي ما قلنا احنا ان استخدام الحاسب الآلي يقلل الأخطاء البشرية، فبالتالي لما تكون هذه البيانات تم يعني استخلاصها من الحاسب من البرنامج في الحاسب الآلي سوف تزيد الثقة فيها. كذلك تحسين عملية الرقابة واتخاذ القرارات، لو أنا مدير في منشأة وأريد أن أعرف مثلا جانب يعني أي بند من المصروفات يعتبر عالي، فبالتالي أنا أستطيع أن أستخدم الحاسب الآلي وأصل هذه المعلومة وبالتالي أتخذ قرار عليها. كذلك يعني استخدام الحاسب الآلي يوفر لي مرونة في تصميم النظم المعلومات المحاسبية، فبالتالي حنا يعني نستخدم يعني نستطيع أن نطوع هذا يعني هذه البرامج بحسب احتياجنا. ربما لما نكون احنا يعني شركه تعمل في المجال الصناعي غير مثلا شركه تعمل في مجال التجزئه، فباستطاعتنا باستخدام الحاسب الآلي ان يعني نطوع هذه البرامج حسب ما يعني يناسبنا. كذا انتهينا الان من نقطه لماذا يتم استخدام الحاسب الآلي في المحاسبه. طيب خلونا الآن ننتقل نوعا شوي إلى المجال شوي يعني
يعني ربما اطلعنا عليه في مبادئ او يعني في مدخل استخدام الحاسب. خلونا اول شيء يعني نعرف الحاسب الآلي. الحاسب الآلي هو عبارة عن آلة إلكترونية يمكن بواسطتها تخزين البيانات ومعالجتها لاستخراج المعلومات ومن ثم استرجاعها مرة أخرى. فبالتالي الحاسب الآلي نستطيع من خلاله تخزين البيانات أو إدخال البيانات ومن ثم معالجتها وتظهر لنا بشكل معلومات، أي يعني أن تخرج لنا بشكل يعني مفيد. لو نفرض مثلا أنا في هذا الشهر أدخلت فواتير المصروفات والإيرادات، هذه كلها تعتبر إيش؟ بيانات. من ثم يعالجها للحاسب الآلي ويبين لي صافي الدخل الشهري مثلا. فبالتالي لما يأتيني صافي الدخل يعني موجب أو مثلا يكون خسارة سالب، فهذه أصبحت عندي ماذا؟ معلومة. فبالتالي احنا دخلنا هذه المصروفات وهذه الإيرادات كبيانات ومن ثم استخرجتها كمعلومة كربح أو كخسارة، كذا انتهينا من النقطة الأولى. ومن ثم استرجعها مرة أخرى، هذا في التعريف. إيش معناه؟ ربما بعد يوم يومين بعد شهر بعد سنة باستطاعتنا أن نصل هذه المعلومة من خلال هذا الحاسب متى طلبنا ذلك. كذا انتهينا الآن من تعريف الحاسب الآلي. خلونا الآن ننتقل على أنواع الحاسبات. طبعا الحاسبات يعني لها أنواع كثيرة. خلونا الآن نقسم الحاسبات حسب الحجم. حسب الحجم يوجد عدة أنواع مختلفة. أول نوع عندنا الحاسبات العملاقة التي تسمى سوبر كمبيوتر، تمام؟ هذه الحاسبات العملاقة تعتبر آلات سريعة جدا لديها القدرة على تشغيل عشرات من البرامج في وقت واحد. كذلك نستطيع باستخدام هذه الحاسبات العملاقة تخزين يعني عدد كبير من البيانات، كذلك يمكن ربطها بمئات من أجهزة الوحدات الطرفية اللي هي تسمى اللي يعني كمبيوتر تيرمينال. وكذلك من خصائص هذه الحاسبات أن تكلفتها كبيرة جدا، يعني بمئات الملايين دولارات. لذلك هي تستخدم يعني من قبل يعني مؤسسات معينة، سواء كانت حكومية أو بعض الجامعات الكبيرة أو المراكز الصناعية العالمية، فبالتالي تحتاج هذه النوع من الكمبيوترات. فنأتي النوع الآخر وهو الحاسبات الكبيرة، تمام؟ الحاسبات الكبيرة هي تعتبر يعني مواصفاتها أقل من الحاسبات العملاقة، يعني هي تتميز بسرعة عالية ولكن أقل من الأولى. كذلك يعني تخدم يعني مجموعة كبيرة يعني من المستخدمين. كذلك أنها تملك سعات تخزين عالية، وكذلك هذه يعني ترتبط مع يعني طرفيات يمكن استخدامها في الشركات الكبيرة والجامعات. طبعا تعتبر يعني هذا 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 النوع يعني لديه مواصفات كبيرة ولكن تعتبر أقل من الحاسبات العملاقة. نأتي إلى الحاسبات المتوسطة، تكون أقل حجم وقدرة تخزينية، كذلك أنها تستعمل في المجال الأعمال التجارية الصغيرة والمتوسطة. كذلك أنها يعني بعضها يعني تخدم يعني تقريبا 8 أفراد، يعني لا تستطيع أن تخدم أكثر من 8 أفراد هذه الحاسبات المتوسطة. طيب خلونا نأتي الآن إلى النوع الحاسبات الدقيقة، وهذا الحاسبات اللي إحنا نعرفها، هذه اللي تسمى الحاسبات الشخصية أو المنزلية، سواء كان الكمبيوتر المكتبي أو اللابتوب، هذه تدخل من ضمن الحاسبات الدقيقة. هذه تؤدي يعني أعمال غير معقدة وأعمال عامة، وكذلك تعتبر رخيصة، فبالتالي يستطيع الأفراد العاديون أن يعني يقتنوها. طبعا نأتي الآن إلى من أنواع الحاسبات الآلية يسمى محطة العمل. طيب وهي تشبه ما يعني الحاسب الشخصي، ولكن أنه يتميز ب يعني بعض الخصائص المختلفة، مثل يعني دقة ألوان أو الشاشة تظهر ألوان بدقة عالية. كذلك توجد هناك مثلا سرعات المعالج تكون أعلى من الحاسبات الشخصية. كذلك عندنا نوع آخر وهو يسمى حاسبات التحكم، وهذه دائما نجدها في يعني أجهزة التحكم والمراقبة.
تمام. مثل الآن السيارات الآن الحديثة يوجد أحيانا فيها يعني تعطيك معلومات عن لو كان هناك خلل في الماكينة أو في بعض أجزاء السيارة تعطيك معلومات عنها. هذه فيها كمبيوترات تسمى الكمبيوترات هذه حاسب، يعني حاسبات التحكم. كذلك موجودة نراها في بعض الطائرات. هذه كلها يعني تدخل من ضمن يعني أنواع الكمبيوترات وتندرج ضمن حاسبات التحكم. طيب خلونا الآن ننتقل سريعا إلى مكونات الحاسب. عندنا الحاسب ينقسم إلى قسمين، مكون مادي وبرمجي. المكون المادي هو المكون يعني المحسوس، تمام، نستطيع أن نراه، تمام، مثل وحدات التحكم، وحدات الإدخال زي ما درسوها مثلا الكيبورد، تمام، وحدات الإخراج مثل الطابعة. كذلك ننتقل الآن إلى الجزء الثاني، المكون البرمجي. المكون البرمجي يعني هو يعني عبارة عن مجموعة من الأوامر والتعليمات التي يعني يقوم الجهاز بتنفيذها لتحقيق غرض معين، وتندرج من ضمنها عدة يعني عناصر، من ضمنها نظام التشغيل. وهذا دائما نسمع لما واحد يشتري كمبيوتر نسأله وش نظام التشغيل. فعندنا مثلا نظام التشغيل المشهور مثلا الويندوز، عندنا نظام التشغيل مثلا اللي يستخدمون تبع ابل ماكنتوش الاي او اس، عندنا النظام مثلا القديم الدوس اللي ترونه شاشة سوداء وتكتب فيها الأوامر. هذه كلها أمثلة على أنظمة التشغيل. طبعا من ضمن يعني الجانب البرمجي من تقسيم الكمبيوتر البرامج التطبيقية، وهي يعني أي برنامج، يعني احنا وش فرق بين برنامج التشغيل والبرنامج التطبيقي؟ برنامج التشغيل هو الذي يقوم بتشغيل الحاسب ويسهل عملية إدارة البيانات داخل الحاسب وتشغيل البرامج الأخرى. أما البرامج التطبيقية فهي البرامج التي تستخدم لغرض معين، مثلا مجموعة مايكروسوفت الوورد الإكسل إلى آخره. طيب إلى هنا ننتهي من قضية الآن يعني تغطية يعني جزء يعني مقدمة في الحاسب الآلي. الآن سوف ننتقل إلى جانب الأسئلة، نستقل الآن نهاية الوقت في هذه الأسئلة. أنا سوف أسأل وأتمنى منكم يعني تجيبون على هذه الأسئلة. جاهزين للأسئلة؟ طيب خلونا ناخذ الآن السؤال الأول. نقول مثلا إحدى العبارات التالية تعتبر أحد أسباب استخدام الحاسب المحاسبة. الخيار الأول استجابة للأنظمة المحلية، اثنين المنافسة بين الشركات في مجال استخدام الحاسب الآلي، ثلاثة أو جيم عدم قدرة المحاسب استخدام النظام اليدوي. فماذا يكون الجواب؟ أعيد مرة ثانية، تعتبر أحد أسباب استخدام الحاسب المحاسبة، هل بسبب الأنظمة يعني تصر أو يعني تلزمنا باستخدام الحاسب، أو بسبب أن هناك منافسة بين الشركات في مجال استخدام الحاسب الآلي فبالتالي يعطينا حافز أن نستخدم الحاسب في المحاسبة، أو لا نستطيع أن نقدم يعني عدم قدرة المحاسب على استخدام النظام اليدوي؟ ممتاز، واضحة الإجابة، بسبب المنافسة بين الشركات هي التي يعني تعتبر سبب من الأسباب اللي يعني تدفعني لاستخدام الحاسب في مجال المحاسبة. طيب خلونا الآن ننتقل للسؤال الثاني. طبعا الآن ما زلنا، أي من العبارات التالية تعتبر أحد العوامل التي ساعدت على انتشار استخدام الحاسب في المحاسبة؟ توفير الوقت والجهد، استجابة للأنظمة المحلية، طبعا هي بتكون يعني إجابة بديهية، الجواب توفير الوقت والجهد، هذا يعتبر يعني من الأسباب التي ساعدت على استخدام الحاسب الآلي. طيب ننتقل الآن للسؤال الثالث،
يقوم الحاسب الآلي في المحاسبة بعدة مهام، منها تصميم النظام المحاسبي، اثنين تفسير النتائج القوائم المالية، ثلاثة تخزين واسترجاع المعلومات في الوقت المناسب. الجواب رقم واحد ولا اثنين ولا ثلاثة؟ الجواب يكون ممتاز، اللي هو تخزين واسترجاع المعلومات في الوقت المناسب. نأتي الآن إلى السؤال الرابع، أي مما يلي يعتبر من أنواع الحاسبات حسب معيار الحجم؟ الحاسبات الدقيقة، محطة العمل، حاسبات التحكم، جميع ما ذكر. أي مما يلي يعتبر من أنواع الحاسبات حسب معيار الحجم؟ احنا من ساعة تكلمنا قسمنا الحاسبات إلى أنواع حسب الحجم، قلنا الحاسبات العملاقة والكبيرة والمتوسطة. طبعا نقول لك أي مما يلي يعتبر من أنواع الحاسبات حسب معيار الحجم: الحاسبات الدقيقة، محطة العمل، حاسبات التحكم، أو جميع ما ذكر. يكون الجواب جميع ما ذكر، كل هذه اللي أنا ذكرتها تدخل من ضمن أنواع الحاسبات حسب معيار الحجم. ممتاز. ننتقل الآن للسؤال الخامس، الحاسبات التي يمكن ربطها بمئات من الوحدات الطرفية، تمام، تسمى العملاقة، الكبيرة، حاسبات التحكم، محطة العمل. العملاقة، ممتاز، السوبر كمبيوتر هي اللي نستطيع ربطها بمئات من الوحدات الطرفية. ننتقل الآن إلى السؤال السادس، نقول الحاسبات التي لها مقدرة على خدمة مئات المستخدمين في الوقت نفسه، حاسبات التحكم أو الكبيرة أو العملاقة أو محطة العمل. الحاسبات التي لها مقدرة على خدمة مئات المستخدمين، فيكون الجواب الكبيرة. تمام، هذه المسألة ذكرناها، الحاسبات الكبيرة تستطيع على خدمة مئات المستخدمين في الوقت نفسه. نأتي الآن، محطة العمل هذه تعتبر وحدة صغيرة، تمام، يعني محطة العمل هذه ترتبط بالكمبيوتر الكبير، فبالتالي يعني ما يمكن أن تخدم مئات المستخدمين في الوقت نفسه، ولكن الكمبيوترات الكبيرة هي تستطيع أن يعني نربط فيها يعني مئات المستخدمين في الوقت نفسه. طبعا العملاقة تخدم يعني أكثر من مئات المستخدمين، فبالتالي يصبح الجواب الكبيرة. رقم سبعة، لا يمكن استخدامه من قبل أكثر من شخص واحد في نفس الوقت، هذا النوع من الحاسبات يسمى الشخصية الكبيرة المتوسطة، ويكون جواب الشخصية. تمام، جواب يعني منطقي، يعني ويكون الحاسبات الشخصية. نأتي الآن السؤال الثامن، الحاسبات التي تحتاج إلى عدد لا يتجاوز 8 أفراد للعمل عليها تسمى الحاسبات الكبيرة العملاقة أو المتوسطة. ممتاز، المتوسطة. بعدين نأتي إلى السؤال الذي يليه، احنا ذكرنا يعني أمثلة على بعض السوفت وير، والسؤال يقول تعتبر نافذة الويندوز من الأمثلة على المكونات المادية أو أنظمة التشغيل أو البرامج التطبيقية، ويكون الجواب ممتاز أنظمة التشغيل، لأن أنظمة التشغيل هي التي تشغل الجهاز، وبرامج تطبيقية احنا ذكرنا هي برامج يكون لها غرض معين مثل الإكسل والوورد إلى آخره. وأما المكونات المادية قلنا هذه يعني ما تدخل من ضمن يعني السوفت وير، عندنا احنا الهارد وير اللي هي المكونات المادية، وعندنا السوفت وير اللي تدخل من ضمنها الجانب البرمجي، والجانب البرمجي يكون تحت أنظمة التشغيل، وذكرنا منها الويندوز والأبل ماكنتوش والدوس، والبرامج التطبيقية التي تهدف أو تستخدم لغرض معين مثل برنامج الإكسل والوورد إلى آخره. طيب تقريبا إلى هنا، عشان الآن الوقت انتهى، وأعطيناكم كمية من الأسئلة يعني
تغطي الجانب اللي ذكرناه سابقا. يعني إلى هنا ننتهي من هذا اللقاء، أتمنى إن شاء الله يعني يكون يعني يزيد العدد في اللقاء القادم بإذن الله، لكي يعني نفيد أكبر عدد ممكن من الطلاب والطالبات. في أحد عنده استفسار قبل ما نختم؟ الله يعافيكم وحياكم الله. خلاص إلى هنا يعني نختم هذا اللقاء، إن شاء الله نراكم في الأسبوع القادم. هذا والله أعلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.